بداية الجلسة حتكون عن المدونات الويبينارز. هلا أنا كتبت المحتوى بالإنجليزي بس كل الجلسة بدها تكون بالعربي، وبتمنى منكم أنه تكون تفاعلية أكثر ما ممكن على أساس تتعلموا وتستفيدوا وتفيدوا غيركم. فبداية حيكون عنا ساعة مع بعض، بدنا نكون بس نتعلم الأسس تبع المدونات، وفي مجال أنه ناخد يعني نعمل جلسات متقدمة أكثر. حابة أنه الهدف تبعنا أنه كلكم تصيروا تشاركوا بالمدونة تبع أدسيت، واللي بريد منكم أنه يبني مدونة لحاله ويحط المواضيع على أدسيت وعلى مدونته الخاصة كمان هذا وارد. وبعدين بحب يعني بالآخر أفهم منكم أنه عن شو حتفكروا تدونوا، يعني شو الشغلات اللي حابين أنتوا تدونوا أو تكتبوا عنه. أول شيء شو معنى مدونة؟ وياريت اللي بده يجاوب بس يرفع إيده. بشار أنت قلنا مين اللي عم بجاوب؟ ما معنى المدونة؟ اوكي مريم رافعة إيدها، تفضلي مريم. عفوا مريم، المدونة هي مكان على مواقع التواصل الاجتماعي نقدر نكتب فيها أشياء أما عننا أو عن غيرنا، ونقدر نشاركها مع أشخاص على نطاق واسع. اوكي يسلموا. رولا كنتي رافعة كمان، شو تفضلي؟ Yeah, it's the same. يعني what blog is, it's like a platform. رولا معلش رح أطلب منك تحكي بالعربي، بعرف صعب لأنه عندكم دائما كل شيء بالإنجليزي، بس جربي تحكي بالعربي. So معناتها هي مثل تسجيل يعني تسجيل شيء أنت بتهتم فيه أو الأشخاص اللي أنت بتحب تتوجه لهم، بتقدر تكتبه أونلاين لحتى لي توصل لأكبر شريحة من المجتمع. يعني it's a place where ما بقدر أعوز عربي كل شوية. مو مشكلة. طيب في حدا تاني ممكن يعرف لي كلمة بلوغ نفسها، من وين جاي كلمة البلوغ؟ تفضل منصور. عفوا الميكروفون كان مفتوح. لما اخذنا تعريف عن المدونات كانت هي عباره عن انه صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي او صفحه الكترونيه فيها نظام لاداره المحتوى، بحيث انه ندخل تكون المدخلات هي عباره عن نصوص كتابيه ويتم اداره المحتوى من خلال هذه الصفحه. اوكي هلا الكلمه نفسها بلوج يعني هي جايه اصلا من ويب لوج، واللوغ هو عبارة عن مثل غير أنه تدوين، أنه الشخص بيكتب آراءه. هلأ دائماً اللي دارس بأمريكا واللي دارس بأنحاء تاني بالعالم العربي دائماً بيقولوا له اكتب مذكراتك، اكتب جورنال. من هو صغير الطفل بالمدرسة بيتعلم أنه يدون خواطره، وتدوين الخواطر بينتقل على الكبر لأنه عم بيكتب كتب ومنشورات. فلما بلشت الانترنت صارت الناس بدل ما تكتب خواطرها خاص عندها بالجورنال اللي بيسموه المدونة اللي عندهم، بدوا يحطوها على الانترنت. وكل شخص بيكتب بلوغ، في ناس بتكتب بلوغز عامة، في ناس بتكتب بلوغز خاصة. السؤال اللي بعده، وأنا هون حبيت حط لكم صورة الحكواتي لأنه أنا برأيي أنه نحن كشعب عربي عنا فكرة التدوين للقصص وسرد القصص، بس هي يعني نحن شعب كلامي، أنه ما بعرف كيف بالعربي، بس أنه بيحكوا أكثر من ما يدونوا كتابي، بالذات يعني السنوات الماضية، إنه ما عاد عنا فكرة التدوين كتير سائدة إلا مع الأدباء، بس هي كتير سائدة بالعالم الغربي إنه يدونوا خواطرهم. هلأ السؤال إنه ليش الواحد يأسس مدونة ولا يكتب عنا على أدسيت؟ مين عنده الجواب؟ السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وعليكم السلام، يا هلا عمر، تفضل. نتمنى التوفيق بإذن الله للجميع، حفظكم الله، وسعداء جدا بالحديث معكم واللقاء بكم على المواقع الافتراضية يعني على الزوم. وأود أن أثني عليكم وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بهذا الجانب وعلى محاولة إيصال الفائدة لنا جميعا. تسلم، شكرا شكرا. الله يسلمكم وعافيكم. المدونة باعتقادي أنها تمثل مسيرة حياة للفرد ومدى تفاعلاته مع المتغيرات من حوله، التعبير عن آرائه وأفكاره وقناعاته، أيضا التفاعل مع الآخرين بما يتم طرحه من مواضيع تحتاج نقاش أو بحث أو تبادل خبرات ومعارف مع الآخرين. تمام تمام، فهي بعض النقاط. فالشخص ممكن أنه يحط مدونة أولاً ليشارك مثل ما تفضلت خبراته أو اهتماماته الشخصية، وممكن هاي المدونة مثل مثلاً تدوين الشاب غسان حمود اللي بيشارك معنا دائماً، أنه هو المدونة تبعه عبارة عن فلوغ وليس بلوغ، معناها بيحط فيديوز بدل ما يحط كتابة. فهي أول شغلة أنه الواحد يشارك الشيء اللي كتير بيعشقه أو بيهتم فيه مع العالم. النقطة الثانية أنه للواحد يعمل مصاري، لأنه المدونات فيها كتير مصاري. وأكبر مثال على ذلك سيدة أريانا هافينغتون اللي بدأت المدونة تبعها اسمها هافينغتون بوست، بدأتها هي كفرد واحد وبعدين جاها تمويل ليصيروا الناس يدونوا معاها على المدونة تبعها، وهي من أوائل المدونات اللي صارت بديل للإعلام التقليدي، وصارت تتبارى مع الجرايد مثل هافينغتون بوست، عفوا مثل واشنطن بوست وغيرها. وبقدر الآن يعني شو بيقولوا قد ايه هي معها مصاري، 50 مليون يعني، عفوا داخلها او رصيدها، ايه انه رصيدها هي 50 مليون. فكتير ناس بيعملوا مدونات ليعملوا مصاري، لانه ممكن انه الواحد يجي استثمار اذا كانت المدونة مميزة او اذا كان عم بيعمل عليها advertising. فهي الشقين. السبب الثالث اللي هي بالإنجليزي بيسموه thought leadership، إنه أنا أكون ريادية فكرية. فأنا مثلا بالعالم العربي كنت أول مين بدأ يتكلم بالأخبار الإيجابية، ولما أسسنا موقع بركة بيتس اللي هو الأخبار الإيجابية من الشرق الأوسط، كان أول موقع بيبحث بالأخبار الإيجابية بالشرق الأوسط. فكنت أنا دائماً يدعوني لمؤتمرات لأحكي بهذا الموضوع، لأنه أنا كنت من أوائل الناس اللي تكلموا بالأثر الأخبار الإيجابية على المجتمع، وكيف التوجه السلبي بالأخبار كتير عم بيأثر على المجتمع ككل والأفراد خصيصاً. الشخص الثاني اللي هون ذكرت لكم إياه اللي اسمه جيف بولس، جيف بولس هو عبارة عن ريادي بالديجيتال بيزنس، إنه كيف الواحد يعمل إعلام عن عمله أونلاين. ممكن كتير تستفيدوا من المدونة تبعه إذا بدكم أنتوا تأسسوا مدونة لكم، لأنه له كتير خبرة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لترويج العمل الفردي أو العمل المؤسسي. فهذا اسمه جيف بولس. السبب الرابع إنه الشخص يتواصل مع ناس بيفكروا مثل تفكيره بالأمور اللي هو بتهمه. فأنا مثلاً لما بدأت عملي كنت حاسة حالي إنه يمكن أولاً أنا كسيدة إنه دارسة هندسة كمبيوتر، كنت دائماً أوجد نفسي بمجتمعات
ذكورية دائماً، لأنه أغلب الناس اللي بيشتغلوا بالكمبيوتر ساينس ولا بعالم الفاينانس ولا بعالم الاستثمار كانوا رجال. فلما بدأت أكتب عن المواضيع اللي بتهمني، اللي هو الاستثمار بالمرأة، اللي هو الاستثمار بالمشاريع المجتمعية، الاستثمار بالأخبار الإيجابية، وجدت عبر المدونة تبعي كمان سيدات تانيين بالمجتمع من البحرين، من السعودية، من فلسطين، من الإمارات، بيحكوا بنفس المواضيع، وكلياتنا تكاتفنا على هالأفكار وتعرفنا على بعض على هالأفكار. فهي الأسباب الرئيسية الأربعة اللي الناس بخلقوا مدونات. فممكن شخص مثل أحمد المصري اللي مهتم مع هو ساكن بجزعتري، إذا كتب عن اهتماماته اللي إلها علاقة بالابتكار التقني، إنه كيف هو عم يخلق مروحة من راديو لراديو من مروحة، يلاقي إنه في شباب بأمريكا أو بالسعودية يهتموا بابتكاراته ويصيروا يشاركوه بنفس المواضيع. في أي أسئلة عن ليش منعمل مدونات لهلأ؟ واضح الموضوع؟ أوكي تمام. مننتقل منه لشو يعني شو المكونات تبع البلوغ؟ شو المكونات تبع البلوغ؟ في حدا عنده أجوبة؟ من ما يتكون بلوغ؟ تفضلي رولا. بيقدر يكون فيديوز، بيقدر يكون صور، بيقدر يكون كتابات، بيقدر يكون كاريكاتير، بيقدر يكون كتير أشياء، يعني حي الله شيء ذات فينا نحطه أونلاين فيكون مكون منه البلوغ. تمام. فهي المادة المحتوى ممكن تكون متفاوتة وفيها كل هالأمور. شو الأسس اللي لازم ما بيكون بلوغ إذا ما كانت موجودة؟ إنه ممكن تكون أوكي قصة ولا صورة ولا فيديو، بس في شغلات أساسية إذا ما نوجدت ما بيكون اسمه بلوغ أونلاين، ممكن يكون صفحة ويب سايت ولا ويب بيج ولا شيء. بشار؟ ممكن تكون يعني إذا ما حطيت عنوان، أحيانا بتكون مثل منشور على الفيسبوك، في خاصية ضمن الوورد بريس نفسها بتسمح لي أني أشارك منشور، بس ما بيكون مدونة، بيكون مثل منشور على الفيسبوك. بالضبط. فالأسس اللي بتكون البلوغ هي أولا أنه يكون له عنوان، فما بيمشي حاله بدون عنوان، مثله مثل تقليديا إذا نحن عم نكتب مقالة بجريدة. اللي بيميزه عن المقالة إنه لازم يكون في هاشتاجز، وهلأ بنفسر شو يعني هاشتاج. مين بيعرف منكم شو يعني هاشتاج؟ الهاشتاج هي إشارة الوسم اللي بتنحط عند كلمة معينة، فبالتالي بتصير ظاهرة نتائج البحث على محركات البحث أكثر. تمام. بتصير مثل إنه ترند أو تعمل أو إشي مثل هيك يعني. تمام. فالهاشتاجز هي لغة المحركات البحث، اللي هي عن طريقة محرك البحث بيصنف المادة اللي موجودة على الانترنت. فكل مقالة لازم ينوجد معها، كل مدونة لازم ينوجد معها عدد معين من الهاشتاجز لتفسر لمحرك البحث إنه شو يعني هذا النص وشو الفكرة المحورية أو الأساسية داخل هذا النص. وبدونه يعني ممكن إنه ما منقول إنه ما هي مدونة، ولكن بتقل شو بسموها، يعني بتقل قدرة المحركات البحث إنه تشوفها كمدونة. فالهاشتاجز كتير مهمة. والصور مع المدونات كمان صارت جزء لا يتجزأ منها، اللي هي بسموها leading image، اللي هي كمان هاي الصورة بتعبر عن المحتوى تبع المدونة ومرفقة بتكون بالمدونة وبتعبر عن الفكرة. هلأ شو بيميز المدونة عن المقالات التقليدية؟ يعني أنا إذا بكتب كنت بجرائد أو مجلات بكتب بطريقة معينة، شو اللي بيميز طريقة الكتابة بالمدونة عن الكتابة عن المقالات التقليدية؟ وحابة إنه بدي أسمع مشاركة من ناس غير بشار ورولا، فأوكي سهى تفضلي.
سوري في حدا كان يبلش؟ معلش يا ريت اللي بده يحكي يرفع ايده بس حتى ما يصير في تضارب، فتفضلي انت. اوكي سوري، بس انا كنت بالسؤال اللي قبله رفعت ايدي على كيف نعمل تشكيل، ممكن نفكر كمان بظن بالجمهور، يعني مع مين نحن عم نخاطب او لمين نحن متوجهين بهي الرساله. اذا هل هي شيء شخصي، هل انا عم اعبر بس عن مشاعر شخصيه تجاه حدث، او انا عم خاطب افراد معينين عم طالبهم مثل مكتوب الكول تو اكشن، دي طالبهم بفعل معين بعد هالبلوج، هل انا عم ارفع الوعي على قضيه معينه او عم اتحدث باتجاههم للهدف للوصول للفعل. شو السؤال كان الثاني؟ السؤال كان انه شو بيميز البلوج عن المقالات التقليديه؟ بظن انه هي اكثر فرديه، اقل تخصص، يعني انت ما من ضروري تكون صحفي حتى تكتب بلوج، بينما لازم تكون اكثر تخصص لما تكتب مقاله او تكون، وهي مساحه شبيهة بالوسائل التواصل الاجتماعي بس أكثر في أكثر مساحة للتعبير، مو بوست قصير أو بس فيها أقل تخصص. تخيل. أوكي. ممكن أشارك بجواب؟ عفواً، مين اللي عم بيحكي؟ أحمد أبو خروب. إيه تفضل أحمد. بتوقع إنه المقالات بشكل عام ممكن تعالج موضوع بس بدون بداية أو نهاية، ممكن يكون له بداية أو نهاية بشكل عام. البلاغ بتوقع انه ممكن مثلا تكون بدايه الموضوع ونهايته بنفس البلاغ بنفس الموضوع، يعني ايوه، انه مثلا الواحد مثلا على سبيل المثال لو كان بلوج فيديو مثلا انه صحي من النوم عمل كذا عمل كذا، مع نهايه الفيديو خلص بكون انتهت الرساله اللي عم بيوصلها للجمهور، او ان كانت فرديه او للجمهور. بتوقع المقاله بشكل عام بتعالج موضوعات ثانيه، ممكن تعالج موضوع اجتماعي، ممكن ثقافي، اي شيء، بس مش محدده بوقت، هيك بتوقع. تمام، شكرا. دانيا وبعدين ماهر، ويا ريت اللي خلص ينزل ايده لحتى اعرف مين اللي عم. تفضلي دانيا. انا بحس المقاله بتضلها رسميه اكثر، يعني الكلام المكتوب فيها بيكون رسمي اكثر، اما المدونه بتلاقي لا، الواحد انه بيحكي شيء من جواته او بتكون فيها شويه مشاعر مجامده، اما المقاله لازم تكون شوي جديه يعني رسميه. تمام، هاي كتير نقطة أساسية، إنه هي المدونات بتعبر عن رأي خاص، حتى لما يكبروا مثل هافينغتون بوست بيضل يعني في إلها شوية خصوصية أكتر، والواحد ممكن يحط مشاعره وآراءه بشكل أكتر من يعني لما يكون عادة الجورناليست، شو بالعربي، صحفي. الصحفي بيكون مرات بس عم ينظر للموضوع من نظرة خارجية وما بيبدي رأي بالضرورة أو بيعبر عن مشاعره كتير، عقل تقليدياً هيك كان فرق بين المدونة والمقالات، بس هلأ اتشابهوا أكتر. ماهر تفضل. شكرا. بس كنت بدي أقول إنه هو البلوج نضيف فيها مثل خليني أقول my own reflection، بينما بال يعني إنه أنا أو كيف هو الموضوع متصل فيني أنا، مثل ما كنت عم تحكي حضرتك، وضيف عليه أنا كيف شايفه، بينما المقالة يعني بدها تكون موضوعية ويتناولها من أسس وفيها علوم وإلى آخره. تمام. مريم عندك كمان فكرة؟ كمان المقالة بتكون أقل انتشاراً لما بيكون طرق النشر تقليدية، أما البلوج بتقدر تنتشر على نطاق أوسع، وكمان يعني ناس كثير بيقدروا يستفيدوا من البلوج بمواقع يعني مختلفة بالعالم، بينما إذا كانت المقالة نشرها محلي فبس بيقدروا يستفيدوا منها الأشخاص ضمن النطاق المحلي. 100%، شكراً. أوكي، فبس هلأ رح أوقف لحظة شوي هون عن هذا الموضوع وكمل إنه البلوج غير العنوان اللي هو كتير مهم والهاشتاجز، المحور اللي داخل المضمون بيتكون من يعني أسس
هلأ كتير ضروري إنه تكون موجودة. مثلا أول شيء الجملة الأولية لازم تكون عم بتعبر عن محور المقال بالكامل، المدونة بالكامل، فبتكون تفكروا فيها كأنه جاي شخص بس بده يقرأ أول جملة، ومن أول الجملة يستنبط محور المدونة بالكامل. هاي أولا. وهذا الشيء له غرضين. الغرض الأول إنه الناس اليوم ما عندها كتير وقت تقرأ، لأنه صارت عد كمية المعلومات رهيبة أونلاين، فالواحد بس يدوبه يقرأ العناوين وأول جملة جملتين. والغرض الثاني إنه محركات البحث تقرأ أول جملة جملتين، فمحرك البحث بيكون عم بدور على الكلمات الأساسية، وبدور إنه تكون الكلمات المحورية موجودة بالعنوان بالهاشتاجز وبأول جملة. إذا وجدت الكلمات المحورية بهدول الثلاثة، محرك البحث بيفهم إنه أوكي هاي مدونة مهمة ومنضافة. وبنفس الوقت كمان بمحرك البحث بيطلع على هاي الكلمات المحورية وبقارنها بسموها بالإنجليزي متا داتا، اللي هي المعلومات العامة تبع الموقع. فمثلاً نحن بأدسيد المتا داتا تبعنا بأدسيد فيها كلمات مثل تعليم، تعليم عالي، لاجئين، سوريا، فلسطين. فلما بينوجدوا بعض هدول الكلمات بأول جملة بالمقال وبالعنوان، محور البحث يعني بيصير كمان محرك البحث بيصير يعني يهتم أكثر بهذا الموقع ويعلي من شأنه لما أي حدا يدور على واحدة من هدول الكلمات بجوجل. هلا الشيء الثاني إنه طبعاً بيكون في paragraphs يعني جمل، وعلى الأغلب بتكون قليلة مو كتيرة. لازم يكون في كلمات bold يعني مركز عليها بخط أعرض على أساس تلفت انتباه القارئ اللي ما عنده وقت كتير يقرأ. ولازم آخر المقالة يكون فيها أو المدونة call to action، إنه طلب للتفاعل، لأنه البلوجز اللي بميزها كمان عن المقالات إنه أنت بدك تفاعل أو بدك تفاعل مع الناس اللي عم تقرأ. فممكن تقولي شو رأيكم باللي أنا ذكرته، ممكن تقولوا لو تساعدونا، أو ممكن يعني فلما يكون فيها طلب تفاعل إلها يعني ميزات البلوج أكثر من غيرها. هلأ شو هي أنواع البلوجز؟ أنواع البلوجز متعددة كتير، وهون ممكن أنه يعني تطلعوا أنتوا بأفكار عديدة وتلاقوا طرق وأساليب تكتبوا بلوجز كتير مختلفة. وهذا اللي حلو بالبلوجز، أنه فيها تفاوت كتير بالأساليب. فهذا أنا كتبته بالإنجليزي، وبتمنى إن شاء الله أنه بشار وغيره يعرب لكم إياه. بس أول نوع من أنواع البلوجز اللي أنا كتير بحبه هو لست، قوائم. فدائماً هلأ بتقروا خمس أمور لا تعرفها عن مخيم الزعتري، خمس طرق ممكن تأكل الحمص فيها، خمس أغاني ما بتستغني عنها لما تكون شاب عربي مثلاً، وإلى آخره. هاي القوائم كتير حلوة ولذيذة وخفيفة الدم، وممكن تكون جدية، وممكن تكون يعني فكاهية، وممكن تكون مثلاً أشياء إنه بتسعقنا لأنه ما كنا عارفانين عنها. بس هي طريقة كتير صارت دارجة، وأغلب المدونات الآن فيها قوائم. تاني شيء مثلاً ممكن يكون satirical. satirical يعني satire، اللي هو استهزاء، أو لما الواحد بيكون إنه أخذ شيء جدي وقلبه بتنكيت، بس هو لسه ممكن يكون عم بيعالج مادة كتير مهمة. ومن أهم المواقع اللي آخرة يعني مشهورة بهذا الشيء هو موقع اسمه The Onion.
The Onion هو بيعالج أخبار واللي بيطلع عليه بفكره إنه فعلاً موقع أخباري، بس كل شيء فيه مهزلة ولا مسخرة عن الأخبار الجدية. فممكن إنه المدونة بأكملها تكون هيك. مثلاً هون حاطين Secret Service escort Trump from press briefing to fulfill promise of letting president watch them shoot someone. هلأ كتير بتمسخروا على President Trump. مبارح وهو عم يعمل جلسة إعلامية إجوا الجنود السيكريت سيرفيس وطلعوه من الجلسة لأنه كان في ضرب برات الوايت هاوس. فهون عم بيتمسخروا إنه إجوا أخدوه لأنه هو بدهم يورجوه كيف بيقوصوا على حدا، يعني إنه بياخدوا خبر وبيعملوه بشكل فكاهي. ومن بعض الأخبار تبعهم ما بيقعد الواحد يعرف شو الجدي وشو المضحك، بس كتير دارج هذا النوع من الأخبار. ممكن كمان يكون inspirational، يعني شيء بيعطي أمل، أو ممكن يكون ملهم. عفواً؟ أمين ملهم أو فيه إلهام. إسلامه. شكراً. ملهم. ممكن يكون rant. rant بالإنجليزي لما الواحد بده بتقوله يردح بالعربي، إنه أنا طالع أردح على مثلاً إنه هلأ جو بايدن راح اختار لنا واحدة مرة مثلاً عندها تاريخ إنه هي كتير بتسجن الشباب، فبطلع وبهت هالموضوع. ممكن يكون research، أبحاث عن موضوع معينة. أنا مثلاً كنت دائماً أكتب قصص تسلسل عن الشباب اللي كنا نشتغل معاهم ذوي الاحتياجات الخاصة مثلاً. وممكن يكون instructional، إنه أنتوا تكتبوا كيف الواحد بتعايش مع موضوع التعليم وهو بمخيم لجوء وإلى آخره. interviews كمان شغلة كتير سهلة عليكم تعملوها، وبالذات لأدسيد إذا بتكون تكتبوا مدونات على أدسيد، أسهل شيء أنه تعملوا مقابلات مع بعض وتحكوا عن مواضيع معينة بهي المقابلات. مثلاً أنتوا أنا كتير بحب أنه تعملوا مقابلات لنقول مع ماهر، إنه أوكي ماهر فقد بصره نتيجة حادثة صارت له وهو طالع من سوريا بشظية، طب كيف عايش هلأ؟ يعني أنا كتير بحب أعرف عن كيف قدرته عم بتعايش كشخص فاقد بصره بمنطقة مثل البقاع اللي أنا لما رحت لها وأنا عم شوف وماني عارفة كيف أمشي، طب كيف هو قادر إنه يتعالج مع هذا الموضوع؟ ولا تعملوا مقابلة مع هادي اللي هو عم بيساعد الشباب إنه يتعالجوا مع موضوع الـ PTSD اللي هو شو بالعربي PTSD؟ اضطرابات ما بعد الصدمة. تمام. وهلما جرّاً يعني في كتير هاي الشغلات ممكن الانترفيوز تعالجوها. ميمز، كويزز وبروجيكتس. ممكن انه تبداوا مثلا واحد منكم يبدا مشروع موسيقي ويصير يكتب عن تقدم هالمشروع الموسيقي تبعه. الميمز، مين بده يعرف لنا شو يعني ميمز؟ مين بيعرف شو يعني ميمز؟ أتوقع هي مشتقة من مجموعة كلمات باللغة الإنجليزية من make everything amusing أو fun أو إشي هيك مثل هيك، إنه تعملي من أي إشي موضوع ممتع وشاد للقارئ على شكل صورة مختصرة تضحي فيها الفكرة بشكل فكاهي أتوقع. بالضبط. فمثلاً في account اسمه Arab memes. أوكي. واحدة من الArab memes اللي مشهورة هي عن being late لنقول، اللي هي عن بتعرف ناس بيقول لك أنا هلأ بكون عندك، فبورجوا بهذا الميم صورة لرائد فضائي بالقمر وعم بيقول أنا ثانية بكون عندك. فهي عبارة عن ميم بيكون بيستهزئ بالشيء الدارج بالعربي إنه نحن ما عنا أي احترام للتوقيت، بلحظة بكون عندك بكون هو لسه بالأمر.
فهي واحدة تانية مثلا من العرب ميمز. الله عليك يا فخر العرب اللي هي العلاقة ب مو صالح، بس ما بعرف ليش مضحكة. هي جايك جايك بشوي متفائلين. اوكي، فهي هي فعلا الميمز، وفي كتير بلوجز بس بتتداول موضوع الميمز. اوكي، في اي اسئلة عن المواضيع اللي ممكن تتداولوها بالنسبة للبلوجز؟ انا ماني شايفة حدا رافع ايده لهلا. اوكي نعم، طيب منكمل. هادي تفضل. سوري هلا السؤال، هلا بصير في يكون انه مش نوع واحد، يعني في كذا نوع مع بعض، ممكن انسبريشنال وانترفيوز بنفس الوقت؟ اكيد اكيد، ممكن يكون ليستيكال يعني ليست وادوكيشنال تعليميه، وممكن يكون انسبريشنال وتعليمي، بلا شك فيك تدمجهم مع بعض. طب فيني اسال سؤال بخصوص بخصوص الكونتنت؟ هلا انا عم فكر بشغله، انا طلعت اول حلقه من الفلوج اللي عم فكر اعمله بخصوص الصحه النفسيه، وعرضته لمجموعه من الناس اللي بدي اخذ رايهم تجاهه، وهيك عملت نموذجين، فحكوا لي انه في حدا حبه في حدا ما حبه. انا من جواتي حاببه، انا مقتنع فيه، فكيف بدي اعمل بالانس بين الشيء اللي انا بحب اعمله وبين الاودينس اللي انا عملت البرنامج كرماله؟ المحتوى، انا وقت بدي راعي المحتوى او بدي طلع محتوى يعجب العالم ويتفاعلوا معه العالم، قديش بده يكون كمان طالع مني حقيقي وتلقائي مني، او فيه حتى غضب، فيه فكره، فيه تذمر. انا هيك بدي، انا بدي اتذمر على المجتمع اللي عايشين فيه مثلا. بنفس الوقت هن ممكن يعتبروا انه هذا ما هو بروفيشنال، لانه هذا طالع بيحكي اي كلام، او طالع عم يبعبع. كيف، شو البالانس بين الشغلتين؟ هلا شوف، انا بقول انه اللي بيميز البلوج مثل ما ذكرت من قبل يمكن دانيا او دينا، انه البلوج عن المواضيع التحريرية، وهذا انه هو شخصي كتير، وانت لازم تعبر عن نفسك ومشاعرك، واذا انت ما عندك مشكلة انه تحطها يعني بالببليك، لازم اهم شيء تكون انت صادق مع نفسك. واكيد في جماهير، الدنيا فيها 7 بليون نسمة، اكيد يلتقى لك شيء 100,000 شخص يتفق معك بالفكرة. كان في كتير ناس بالنسبة لهم البلوج أنا مو فارقة، خلي الناس تتجاوب معي، تتزمني، كذا، يعني مثل ما بتشوف كتير back and forth. فمو بالضرورة أنت إنه دايماً عم تجمل هذا الشيء. بالعكس، أنا بقول من أكبر مشاكل مجتمعاتنا العربية إنه بتلزمنا بهالأخلاق المجتمعية اللي كتير بتكون ضاغطة على الرأي الشخصي، بشكل إنه لما الواحد يدخل بده يحكي رأيه الشخصي بينفجر، لأنه ما عم بيعالجه أول بأول، وما عم يحكي اللي بقلبه أول بأول بطريقة مثل ما قلت يعني متوازنة. أنا إذا هاي الغضب كل يوم عم نفس عنه شوي، ما رح انفجر على حدا، بس لما أنا ما بكون عم بحكي أبداً بالغضب وفجأة بيطلع معي، يعني بصير شيء طبيعي مثل رئيس سوريا القادم. فأنا اللي بقوله يعني كمان لحتى ما الواحد يبين أنه ما أنه متوازن على الآخر، أنه ينص لحاله، هذا اللي رح أحكي هلأ، سياسة تحرير شخصية. تمام؟ فأنا مثلاً عندي مدونة من 1996، أوكي؟ من وقتها أنا ببالي عندي أسلوب معين بحكي فيه، وهذا الأسلوب بناسبني، يمكن ما يناسب غيري، بس بهذا الأسلوب دائماً عندي فكرة أنه أوكي، أنا بدي أعالج مواضيع كتير صعبة، بس بدي دائماً جرب دخل أنه طب شو الشيء الإيجابي اللي تعلمته من هذا الشيء؟ شو الشيء اللي دائما كان بسموه بالانجليزي silver lining، اللي هو انه دائما لما بتكون في
غيوم بالسماء وبتبلش تطلع الشمس من وراها بتشوف كأنه في خط فضي هيك. هذا الخط الفضي دائما بجرب لاقي. وبنفس الوقت انه لما اسمع نقد من حدا قول شكرا، انه ما بدي انا اخذ واعطي واتخانق وكذا فقط. فهي شغلات انت بتحطها لنفسك وبعدين بتمشي فيها بهالاسلوب. عمر عندك سؤال تفضل او مداخله؟ سؤال ما اذا انا لا اقصد ما سؤال قدر ما شرح حال ومحاولة الاستفادة من خبراتكم يعني. طيب. لا أخفيكم كنا أظن. عفوا بس لو تعلي صوتك شوي عمر صعب. أقصد لا أخفيكم كان عملنا في الماضي أيام ما كنا دولة ضمن هيئة الإعلام صناعة الرأي العام توجيه سياسي معنوي بشكل كلي. مع مرور الأيام تشطرت البلد من حيث الآراء والمعتقدات والميول وأيضاً التحالفات. معي موقع حالياً يعني قيد الإنشاء، لا زلت أشبعه بمواضيع أشعر أنها ذات فائدة، يعني قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ. الغريب أنه في الموضوع كل ما حاولت أجيب لطائف أشعر بضيق، يعني أحاول أن أخلي الموضوع جدي إن شاء الناس يستفيدوا، أشعر أنهم يستفيدوا منه أكثر. فوضعت من ضمن تصميم الموقع منتدى، المنتدى عام للنقاش، أنه خلال كل أسبوع أو شهر يطرح موضوع ويتم نقاشه من قبل الجمهور بمختلف شرائحهم. وإن شاء الله أرسل لكم الرابط تطلبوا عليه وتجيبوا لي وجهة نظركم بإذن الله. أرسل على اليمين من كلبد. أي إن شاء الله بإذن الله. وأسمع توجيهاتكم حول هذا الجانب. أنا لا أخفيكم أيضاً أنه المصطلحات التي تداولوها من بداية ما حضرت الجلسة المصطلحات الإنجليزية بتستفسروا الزملاء جاوب منهم البعض، أنا كأنها أول مرة أتصل عندي، يعني دائماً تعبر بالعرض. فهمت عليك. شكرا لك. شكرا عمر. طيب هلا خلينا ننتقل للأدسي بلوج. هلا بالبداية يعني سياسة التحرير تبعنا على أدسي هي كالتالي. أول شيء إنه ما عنا لا بحث سياسي ولا بحث ديني. هذا الشيء اولا لانه نحن مؤسسه غير ربحيه وما بنقدر نحكي بالسياسه وبالدين، وثانيا لانه انا برايي نحن كعالم عربي شبعنا سياسه ودين، يعني صار عنا اشباع بهالموضوعين، لذلك بدنا ننتبه للمواضيع الثانيه اللي هذا فكاهيه اجتماعيه تعليميه يلي بدكم بس غير سياسيه وغير دينيه. البلوج أول شيء ممكن يكون فيديو أو بس هلأ بدي ركز على الكتابي. إذا بده يكون كتابي من 300 كلمة إلى 1000 كلمة. ويعني أنا برأيي الأقصر أحسن لأنه معبر وسريع وبعدين ننتقل لغيره، واللي فيه صور أكتر أحسن من الكتابة، واللي فيه فيديو أحسن وأحسن. فهذا الترتيب تبعنا. لازم يعني تقترحوا علينا بس الموضوع، وأنا بقول أكيد 99% من المواضيع حنقلكم إيه عليها، بس تقترحوا لنقلكم أوكي مو معناها أنه أنتم ما تعملوا هاي المواضيع تطرحوها بالمدونات الخاصة تبعكم. بس اللي بده يجي ينعرض على أدسيد بدنا نتأكد أنه متماشي مع الموقع عامة والآراء العامة. فمثلا ممكن واحد ممكن يجي يقول أنا بدي أحكي عن ما بعرف شو موضوع له علاقة باختراع الذرة، أوكي بركي شوي خارج عن نطاقنا نحن، فممكن أنه نتداول هذا الموضوع مع بعض. رابع شيء أنه لازم يكون بأول كلمة في المواضيع اللي يعني مثلاً له علاقة بالتعليم، له علاقة بحياتكم الشخصية كطلاب، ففي بعض الجمل الكلمات هاي الأساسية تكون موجودة
وبعرضها برجع عليكم، إنه كل موضوع تكتبوه لازم يكون عنا 2 أو 3 هاشتاغز أنتوا عاطينا إياها، لازم تكونوا متحرين من صدق أو صحة الموضوع، إنه ما تكتبوا مواضيع كاذبة أو غير صحيحة، إنه إذا استعنتوا بأي مادة من حدا تعطونا رفرنس، إنه توثيق إنه هاي الصورة لزياد ولا هاي الصورة لأحمد مصري. ما تسرقوا مواضيع من الأونلاين، وهي بدي أحكي لكم يعني بالمادة أونلاين صار فيها شوية أريحية. يعني لنقول أنا مثلاً جيت هون على موقع الأنيون ولقيت موضوع كتير حبيته، أوكي؟ هلأ ممكن أنا أخذ الصورة وممكن أخذ هاي المادة كلها، بس ملزم علي إنه أبدأ بباراجراف بنص احكي رأيي عن هذا الموضوع، وملزم علي إنه بآخر النص تبعي قول إنه هذا الموضوع إجا من صحيفة الأنيون واللي كان كاتبه هو الشخص الفلاني، تمام؟ فأنا ممكن أنسخ مادة، بس لما بنسخها لازم حط إنه أنا شو رأيي بهاي المادة، ولازم كمان أعطي مرجع إنه هاي المادة إجت من الموقع الفلاني والشخص الفلاني. فهيك أنا بتفادى فكرة إنه أنا سرقتها. الصور طبعاً يفترض إنه أنتوا تكون عندكم صوركم هي أحسن، فرغم إنه بيسمح لكم إنه أنتوا تجيبوا صور من غيركم، بفضل أنا إنه أنتوا تصوروا صور، وما فيني لكم قديش العالم متعطش لصور من العالم العربي وصور أصلية إنه أنتوا تكونوا أخذينها. وهون حبيت أعطيكم شوية أفكار، يعني إنه في كتير ناس بيفكروا إنه الصور بدها تكون كتير مميزة. هذا موقع مثلاً كتير بحبه أنا، اسمه بورد باندا، الباندا اللي ضايق أخلاقه، وعبارة عن أغلبها صور، يعني مقالات صور، إنه أنا شو بسموها، أنقذت نوعين من أنواع القطط، ولا أنا شفت هاي اللائحات وحبيت إنه يعني أعرضها معكم. يعني ما فيني أقولكم أدش هاي الأكلة وصور الليجو مع الأكلات، وهلما جرا مثلا أنا شوفوا هاي أنا غيرت يعني رسومات أنا رسمتها وما شابه ذلك. يعني في منها كتير شغلات سخيفة وفي منها شغلات جدية، وهون حبيت تحديدا ورجيه، لأنه ما بعرف إذا زياد معنا، زياد الراضي، بس drawing مثلا mental illness، في كتير ناس ما بتعبر عن نفسها بصور عن نفسها عن الأمراض النفسية، بس بيرسموا إنه هاي كيف الشخص بيرسم ليعبر عن الأمراض النفسية. في ناس بيعبروا عن السرور، في ناس بيحطوا صور بس عن مثلا إذا أنتوا حدا منكم حط سلسلة عن الأعراس بالزعتري، ولا أنواع الاجتماعات اللي بتصير بالزعتري، إذا عندكم أهاوي، ولا أنا ما بعرف إذا في أهاوي بالزعتري مثلا، فممكن الواحد إنه يعبر بالصور كتير. وكمان حبيت أعطيكم أمثلة عن الصور، هلأ بورجيكم إياها بعد شوي. فتذكروا إذا أخدين أنتوا نص ولا أي شيء من حدا تاني، وبعد ما تكتبوا المقالة لازم نحن نراجعها، منراجعها أهم شيء، لأنه إذا مترجمة للإنجليزي تكون الترجمة مزبوطة، وكمان لنتأكد إنه فيها هاي الكلمات اللي بتزيد من السيرش انجن اوبتمايزيشن اللي هو محركات البحث. في أي سؤال عن هاي سياسة التحرير؟ مثل ما شايفين يعني أي موضوع ممكن تكتبوا عنه، ما لنا ملزمينكم بأي شيء. تفضل بشار. أنا سؤالي أحيانا مثلا ممكن أحكي أنا عن شخصية عامة مشهورة مثل بيل جيتس، أي حدا، وأخذ صورته من النت، بهاي الحالة
أنا ملزم أكتب منين جبت صورته بما أنه شخصية عامة وصوره منتشرة بكل مكان؟ هلا لما بتعملوا بحث عن نت بدي بس نبهكم على شغلة، أنه أنا هون مثلاً عاملة بحث عن الصور اللي إلها علاقة بأرب ميمز، خلينا نقول هون بيل جيتس، أوكي هاي صور بيل جيتس. إذا بدكم صورة مو محفوظة حقوق النشر تبعها بتروحوا على جزء اللي هي tools، بتروحوا على usage rights اللي هي يعني الحقوق النشر، وبتختاروا labeled for reuse، تطلع لكم صوره اللي مسموح انه انتم تستخدموها، وممكن مع ذكر انه مين الشخص اللي شو بسموه أخذ على هاي الصورة. فهي مثلاً ترجعوا على هاي الصورة اللي عاملينها هن on innovation، تمام، وسامحين إنه أنتوا تستخدموها بدون ما تذكروا إنه مين اللي عاملها. فهي إذا بدك تستخدمها من محرك البحث طريقة. ماهر تفضل. تمام، شكرا لك اول شيء على المعلومه تبع البيكتشرز. عاده نستخدم على جوجل بدون ما نعمل التحقق هذا. انا عندي سؤالين فحطرح اول واحد وبنطر جوابك. انه انا عاده بحب احكي او كتابتي غالبا بتكون على شكل قصصي، يعني مثلا بكتب، انا ما بكتب برايي بس، اذا عم بحكي عن قيمه خليني اقول الصداقه او عن شيء بطبائع الناس، ما بحب يعني بكتب بس بكتب كتير، يعني كيف بكتب القصة كلها وبعدين بكتب انطباعي عليها، عرفت شو قصدي؟ فهذا يعني وقت حددتي انت حضرتك عدد الكلمات كيف فيني اعملها هون، مثلا فيني احط انا مثلا انطباعي عن القصة واترك لينك للقصة اللي صارت، لانه بتعرفي هلا نحن قد ما بناخذ قصص عن الموضوع على قد ما بتتوسع افاقنا تجاهه. يعني انا اذا بحكي لك قصة من مثلا لطفل صغير عن الصداقة بصير عنده معرفة خلينا نقول 20%، بس لما بعطيه كتير قصص عن الصداقة بصير كل ما معرفته عن هالمفهوم هذا بتتوسع أكثر. فأنا هيك كيف بدي حل هاي القضية؟ أوكي، فأنا أول شيء حددت 1000 كلمة. 1000 كلمة هي عبارة عن صفحتين، تمام؟ هلا إذا أنت شايف إنه أنت القصة تبعك حتكون أكثر من صفحتين، اعملها سلسلة. كتب مثلاً هاي فقرة الأولى من 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 كذا فقرة. فمثلاً أنا هون هاي الـ إذا بروح على المدونة تبعي وبعطيكم مثال، كنت كاتبة سلسلة عن شاب اسمه خليل الجديلي، فممكن كان عندي شيء حوالي day one day two ل day seven، إنه 7 أيام مع خليل الجديلي. هيك أنا قسمتها بشكل إنه استفدت من محرك البحث إنه شافها كل واحدة كفقرة مختلفة. ثانياً ما داخل أن الناس اللي عم يقروا 40 صفحة وراء بعض، كل يوم عطيتهم شيء شوقتهم بهاي السلسلة. وثالثاً يعني أديت اللي أنا بدي إياه، إنه أنا عندي قصة كاملة متكاملة بس مقسمة لخواطر. جميل جميل. أنا عادة بكتب القصة بهالشكل، أو بكتب يعني مش أنه بقسمها هيك صفحتين بس، بعملها أجزاء يعني عادة مثل chapters يعني بعملها. السؤال الثاني هو أنه أنا مثلا وقت حكيتي أنت على قصة حقوق النشر الشيء اللي ممكن أنا نستخدمه، أنه عادة أنا مثلا بكتب شيء ما كتير شاركته بس بدي صير شاركه. هلا وقت حكيتي لي على Etsy blog أنه مثلا أنا بقرأ كتاب فبعمل ريفلكشن عليه، وتعلمت هاي بالجامعة طريقة كتير حلوة إنه أنا مثلاً أعمل قريت هالكتاب في استفيد أنا ويستفيد غيري منه، فبكتب أنا مثلاً شو لقيت فيه بدون ما أحرق أسرار هذا الكتاب أو أسرار هاي الرواية لحتى ما الناس تبطل تقراها. لا يعني بكتب عن هالكتاب رأيي أنا بدون ما أكتب شو عم يدور بقلبه، بحكي عن الكاتب مثلاً ممكن هيك يعني. فهل هذا الشيء بيأثر إنه مثلاً لازم يكون أخذ إذن من حدا أو ممكن يعمل؟ لا لا، إذا كتبت أنت رأيك عن اطلاعاتك عن أي كتاب مو مضطر يعني، وأنت أصلاً عم تذكر اسم الكتاب واسم الكاتب، فأكيد لا يعني بالعكس هذا الشيء. خصوصاً إنه بتكون هي أغلب هاي الكتب بتخصصي أنا بمجال التربية، يعني بحس مش بس إنه كمان بعطي رأيي، يعني أحياناً بدعم هذا الشيء بشهود أو بدعمه مثل ما قلتي بريفرنسز من برا. يا لا كتير حلو. وبعدين في شغلة by the way بتتبعوها البلوجرز المدونين، بيكتبوا بالبداية
spoiler alert. إنه مثلاً لنقول أنا بدي أكتب عن فيلم أو عن كتاب، بكتب spoiler alert، يعني أنا اللي بدي أحكيه هلأ ممكن يفسر لك شو الأسرار تبع الكتاب، فإذا أنت ما بدك تفهم تسمع الأسرار ما تقرأ هاي الفقرة. تمام، thank you. العفو. أوكي، هلأ الأنواع الكاتيجوريز لنقول تصنيف البلوجز اللي أنا نحن بنقترحه لموقع AdSeed. أول شيء journal your journey، يعني اعتبروا أنتوا هاي مدونة تبعكم، أنه أول يوم بالسنة الدراسية بعام 2020 أو رحلتي مع الكورونا أو يعني اللي هو مثلا أنا بال 1996 اللي كتبته كنت لسه وقتها مرضت ودخلت على المستشفى وحبيت أنا إنه شوف شو عم بيصير معي تغيرات بحياتي من وراء هالمرضى، فكانت يعني الجيرني تبعي إنه كيف تعالجت مع المرضى هاي اللي صارت لي. فهي الجورنال ذا جيرني. الثاني هي الانترفيوز، مثل ما قلت انه فيكم تعملوا انترفيوز بين بعض، فيكم انتم تقولوا لي مثلا انا حابب اتواصل مع فلان انت بتعرفيه شفته بالنتورك تبعك، اذا انتم رحتوا على هلا مثلا على موقع لينكدين وطلعتوا على النتورك تبعي بتلاقوا انه انا عندي وين بيكون مكتوب هون قديش عندي ناس، عندي 7,000 أو شيء 7,000 connection من ضمنهم، يعني كتير ناس ممكن تكون بتهمكم إنه أنا بدي أعمل مقابلة معه، فبتطلبوا مني بعرفكم عليه بتعملوا مقابلة مع هذا الشخص، رجل كان أو امرأة. فهي الشغلة الثانية إنه مقابلات. الثالثة اللي هي one question and answers، يعني أنتوا بتطرحوا سؤال لمجموعة معينة من الناس وبيجاوبوكن عليه هذا السؤال، فبتحطوا الأجوبة تبعهم. فهي كتير شغلة بتساعد بالنشر تبع المقالات هاي البلوجز، لأنه الناس بتحب إنه تكون مثلا خليني ورجيكم ومضة، في منصة ومضة كتبت مقالة العنوان تبعها إنه شو أكبر غلطة عملتها بحياتك العملية وأنت مبسوط أنك عملتها، وسألوا هالسؤال ل 11 شخص من الرواد بالعالم العربي بما فيهم فادي غندور، ربيع عطايا، منى عطايا، أنا، سعيد خوري. ولما كل واحد منا جاوب الجواب تبعه لما نشروا هاي المقالة كلياتنا نشرنا المقالة أو المدونة بين الناس اللي نحن بنعرفهم، فوصلت يعني صدى كبير إلى لأنه كان هذا الأسلوب فيها. الفوتو أسايز كتير مهمة لأن الناس بتحب تشارك الصور، وهون حبيت أعطيكم أمثلة. كان عنا مصور رائع اسمه سامي هيفن، الله يرحمه توفى ببركة بيتس. سامي راح عاش فترة بغزة وصار يصور يعني اللي بيشوفه بغزة، فعمل سلسلة عن انه كيف بتدرس الأولاد بغزة وقت الضرب، وقت اللي بتكون مقطوعة الكهرباء. فهي مثلا ولد قاعد بكازية لانه في ضوء بالكازية، كان في أولاد قاعدين تحت ضوء الشارع. كتير بسيطة الفكرة، فتخيلوا انتو قدي حلوة. اذا هلأ هاي السلسلة أخذت جوائز عالمية، انعرضت ب شو بسموها art gallery، شو art gallery بالعربي؟ يعني مثل معرض فني. تمام، بمعرض فني بالأردن، وصاروا الناس يشتروها لحتى يساعدوا سامي إنه يكمل بمسيرته. هاي صورة تانية لسلسلة تانية عملها عن باركورينج ان غزة. باركورينج هي نوع من انواع اللعب يعني بالنط وكذا وما بعرف شو، رياضة الجري الحر تمام، مع حركات اكروباتية معينة. بالضبط، فعمل سلسلة عن باركورينج ان غزة. كمان اجانا مئات الالاف من الزوار عليها قد ما كانت
يعني هذا. وفي من السلسلات الثانية اللي عملها مثلا انه الشوارب بالعالم العربي ويروح يصور الرجال وكيف الشوارب تبعهم اللي طويل اللي قصير اللي مقصوص كذا. فيعني مو ضروري تكون السلسلة كتير يعني جدية. اوكي فهي فوتو اسيز. هلا هي خواطر ل ل لعناوين ممكن انه تستخدموها مثلا a day in photos يوم يوميات بالصور meal time الاكل بالمنطقه اللي انا عايش فيها الدراسه بالزعتري كلمات مستخدمه او سائده بالزعتري او باليمن او بتركيا اشياء تعلمتها بسنه 2020 مقولات انا بحبها او بحب انه شاركها مثلا انا كثير حابه انه نعمل مقولات عن او مقالات عن مقولات رشا لانه بتبدا كل جلسه فيها مقوله فكتير انا بلاقيها هي يعني لذيذه. خمس اشخاص شو 5 people share the best of living in the بقاع بعلي. خمس أشخاص بيشاركوا أحلى شيء بحياتهم بالبقاع أو 10 تحديات بس بتواجهها إذا كنت عايش ببيروت. وكمان هي مثل ما قلت لكم مقالات ممكن تكون فكاهية جدية إلى آخره. حبيت أعطيكم كمان نموذج هون مثلا when you're always tired you sometimes hope to fall asleep forever. يعني كمان هاي سلسلة عملها شخص كاتب عن المشاكل النفسية معبر عنها بتصوير. وهاي كمان سلسلة تانية عن انه كيف الناس اللي متشائمة او مرة بشو depression بالعربي اكتئاب بحالة اكتئاب كيف بيتضايقوا من الناس اللي بتقلهم شغلات انه just be positive يعني بحسوا انه كأنه حدا ضاربهم على راسهم او هيك شيء. اوكي فهي يعني اقتراحات. بدي وقف لانه وصلنا للساعة. عندكم اي اسئلة او اضافات بتحبوا تشاركوها؟ تفضلي مريم. في عندي سؤال عشان مثل هاي السلسلة بغزة والتصوير وهاي الأشياء حكيت لنا أنه انتشرت بنطاق واسع. طيب هذول الأشخاص اللي تصوروا يعني هم عندهم علم أنه أنا صورتك وصورتك راح تنتشر عن طريق بلوج ويمكن تنتشر عن نطاق واسع بالعالم ولا يعني ما في مشكلة؟ أكيد لا أكيد بتقولي للشخص أي شخص بدك تصوريه يعني بدك تحترمي خصوصيته وتستأذني منه أو منها إنه يتصوروا هاي الصورة وبتقولي لهم وين بدك تنشريها. هلا أنت ما بتعرفي إذا رح توصل لأبعاد كتيرة ولا لا بس أهم شيء عندك تقولي لهم إنه أنا عم بنشرها على موقع غير ربحي إذا بدك تنشريها على أدسيد هو موقع غير ربحي يعني نحن ما لنا مستفيدين مصاري إلنا ما بتجينا مصاري لو انتشرت هاي الشغلة. ممكن يجي حدا مثلا على الموقع ويقول أنا حبيت هدول الصور حابب اشتري منكم الصور الأصلية أي عائد ربحي بده يرجع للشخص اللي صور هاي الصور يا إله يعني بتجي للحملة تبعه. فلنقول إذا أنت صورتيها ممكن أنه هالمصاري ترجع للحملة تبعك أو ممكن تقولي أنا حابة أتبرع بهالمصاري لحدة تاني على أدسيد. فهذا الشيء لازم تقوليه للشخص اللي بدك تصوري. وممكن هذا الشخص يقول لك أوكي بحب أنا تذكري اسمي مثلا بالمقالة فلازم تذكري اسمه إذا طلب. تمام. ماهر تفضل وبعدين عمر. أنا عندي سؤال أو هو شيء محيرني ما بعرف إنه على موضوع الربحي وغير ربحي. يعني على سبيل المثال أنا اللي رفيقي هو مبرمج إنه بدك يكون عندك بنك أكاونت لحتى تقدر يكون هذا البلوج اللي بدك تعمله ربحية وبالتالي إذا يعني تستفيد من وراها وإذا لا بدك تعملها غير ربحية وبالتالي ما عاد فيك تاخذ مصاري ابدا قد ما كان وقد يعني قد ما وصلت البلوك تبعك لشهرة وشو ما عملت فيها ابدا ما بتستفيد من اي شيء. هل هالشيء صحيح؟ اي صحيح اكيد اذا انت عملته يعني
يعني مثل نحن هلأ أخذنا قرار أنه رغم أنه منصة أدسيد ممكن تكون كانت ربحية مثل GoFundMe ولانش جود وكل هالمواقع الكراود فاندينج كلها مواقع ربحية، نحن أخذنا قرار أنه أدسيد بدها تكون غير ربحية، وأي عائد مادي على موقع أدسيد بده يجي لدعم الشباب يلي على المنصة أو الشابات. فهون إذا أنت حطيت المدونة عنا وإجا منه مصاري، هاي المصاري ممكن ترجع لإلك يعني لدعم تعليمك أو لدعم تعليم حدا تاني على الموقع. إذا أنت بدك تعمل مدونة أنت إلك خاص، يعني إذا أنت قلت أوكي بدي اتبرع بكل المصاري اللي بتجي لأدسيد مثلا من مدونتي، أوكي خلص، طالما أنت أعلنت هذا الشيء إلى أي إنذار آخر هذا هو اللي لازم تلتزم فيه، وإذا بدك تحوله لربحي لازم يكون عندك سبب كتير واضح وكتير مقنع، وغالباً الناس بتحط علامة استفهام، يعني إنك تنقل من غير ربحي لربحي كتير أصعب من إنك أنت تنقل من ربحي إلى غير ربحي، عرفت كيف؟ الشغلة الثانية إنه أنت ممكن لمدونتك الخاصة تقول أنا بدي مصاري، يعني أنا بدي أعيش، بس اي مقاله بحطها على ادسيد انا متبرع بال يعني اذا اجى منها اي عائد مادي. اوكي، هو بصراحه المشكله هي الحساب البنكي، لانه انا كسوري مثلا حاولت اعمل بسوريا بس قالوا لي ما بتزبط لانه الادسيس ما بصير بسوريا، وبالتالي هون بلبنان انا لو انا مقيم طبعا ماني لاجئ، بس حتى لو اني مقيم شروط اني اعمل حساب بنكي هون بلبنان بتكون ظالمه لإلي، فصعب كثير علي. فهو هيك المشروع اكيد اهميته مش بال يعني، هذا بضل تفصيل امام انه الواحد اذا عنده افكار وعنده شيء كثير حلو او عنده تجارب عم يحاول يصدرها عن طريق بلوج. يا هلا شوف ماهر، نحن اليوم عاملين بلوج بيسكس، انا مستعده انه امشي معكم لقدام ونعمل ادفانس سيشن نحكي فيها بمواضيع تقنيه، بمواضيع بنكيه مصرفيه الى اخره، لانه اكيد هي معلومات مهمه لكم. يا ريت. يا بلا شك بنعمل جلسه ثانيه لهذا الموضوع. في اي اسئله ثانيه او عمر تفضل. صادقنا الفضله، ودي أحصل على المادة الذي عرضتيها لنا من شان ما ننساش مضمونها وأقرأها بروية يعني أستفيد منها، وأي تساؤل بالإمكان أستفسركم على يعني على الإيميل أو في الجلسة القادمة إن شاء الله. تمام، هلأ المادة حتكون موجودة أول شيء على الفيديو يعني باليوتيوب اللي عنا، وثانياً السلايدز كلها منحطها على الموقع. وهل يا أستاذة بما يخص المدونة، هل موقعكم بالإمكان أن يكون مدونات لكل الطلاب أو مدونة في أماكن أخرى؟ هلا ممكن تعملوا مدونة بأماكن أخرى، بس هي الهدف منها أنه أنا رايدة أنه أنتوا تبلشوا تكتبوا وتنشروا عنا على موقعنا، وفي إلها يعني عائد كتير جيد لكم. يعني أنتوا فكروا فيها كالتالي، إذا أنا لنقول أحمد مصري وفتحت مدونتي لحالي، أنا كعم بكتب لحالي، فيمكن ما تكبر أو ما ناس يشوفوها كتير قد موقع أدسيد، لأنه في نشر جماعي وفي كتير ناس عم بتساعدك بهذا النشر. فأنا بنصحكم أنه اعملوا مدونات شخصية، حطوا المادة على المدونة الشخصية وحطوها على أدسيد كمان، هيك بتفيدوا أدسيد وبتستفيدوا أنتوا كمان شخصياً. شكرا جزيلا. العفو. هلا كيفية إيصال المادة من عندكم إلى موقع أدسيد، هلا اكتبوها اليوم، بشار هو خط الدفاع الأولي تبعنا، يعني بس تكتبوا المادة بتعطوه إياها له وهو بينشرها على أدسيد. بحب أعرف إنه ترفعوا إيديكم، كم منكم حابب يتعلم كيف ينشر على ووردبريس دغري، يعني بدل ما يكون عم يبعث لبشار وبشار عم بحطه على أدسيد، كم منكم حابب يتعلم كيف ينشر على أدسيد دغري؟ 4 5 6
أوكي، ففينا نعمل جلسة تدريب إنه كيف تنشروا على أدسيد مبدئياً، وخلينا نقول لمدة أسبوعين ثلاثة قادمين. بريد إنه طريقة النشر تكون إنه أنتوا بتبعتوا ل بشار، وكمان يمكن نعمل جلسة تانية للبروسس، يعني ال شو بروسس بالعربي؟ الإجراء، الإجراء والعملية. إجراء العملية بالضبط. فاليوم كدرجة أولى، بما أنه تعرفتوا عن شو بلوجز وشو المواضيع اللي ممكن تكتبوا عنها وهيك، بدنا نبدأ ناخذ أفكار منكم. الخطوة الثانية بنعمل مكالمة بنحكي فيها بجدول نشر، وبنحكي فيها بجدول توزيع، وكمان بنوزع المهام، لأنه في منكم ممكن يقول أوكي أنا بس حابب أعمل مدونات رسم أو بس صور أو بس فيديوز، فمنقسم المهام. وفي ناس منكم ممكن يقول أنا ما بدي أعمل مدونات، بس أنا ممكن ساعدكم بالنشر عبر المواقع الاجتماعية، فممكن تتعلموا هذا الشيء. وكل هذا الشغل يعني العائد لكم بالآخر، لأنه أنتوا رح تستفيدوا، وممكن الجلسة الجاية بنبدأ فيها أنه كيف رح تستفيدوا غير الشغلات اللي حكيت فيها بأول الجلسة، أنه شو الشغلات الثانية اللي ممكن تستفيدوا فيها بالمشاركة بالمدونات تبع أدسيد. أوكي، في حدا عنده أسئلة قبل ما ننهي؟ أحمد تفضل. لا بس رفعت إيدي، الله يعطيك العافية. رفعت إيدي لما قلت مين بيحب يتعلم النشر على المدونة مباشرة. الله يعافيك. طيب، فإذا ملخص كان مثل ما ذكرت بأول الجلسة، إنه بدي منكم تفكروا عن شو بدكم تكتبوا، وبنعمل كمان جلسة تانية، لقاء تاني بركي مثل هلا الأسبوع القادم، بتأمل إنه تكونوا أولا كلياتكم كتبتوا شيء، ممكن تطرحوا العناوين عبر الجروبات اللي هلا موجودة على الواتساب، وبعطيكم جواب أنا على العناوين، وبعدين تجوا الجلسة القادمة الأربعاء القادم جاهزين بالمادة، وبنحكي عن بروسس إنه كيف بدنا نوصل ل إنه نرفعها على أدسيد.